كربلاء قد بدأت التحشيد والاستعداد لهذه التظاهرة بعد دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للخروج بتظاهرة مركزية في العاصمة بغداد مساندة ودعم للشعب الفلسطيني بعد تعرضه إلى هجمات بالطائرات الإسرائيلية. بالتالي كربلاء استعدت وقد جهزت السيارات وكل الأمور من ما يخص الدعم اللوجستي، وأتباع التيار الصدري هنا في كربلاء لديهم ربما الثقل الأكبر، قد بدأوا بالاستعداد والتحشيد، ربما منهم من ذهب منذ اليوم ومنذ ساعات من الآن إلى بغداد للاستعداد ولأخذ أماكنهم في صلاة الجمعة والاستعداد للانطلاق بالتظاهرة. يعني يعلم الجميع أن سيد مقتدى الصدر دائما ما يستغل هذه الفرص وهذه المناسبات لإيصال رسائل ربما سياسية وبين السطور إلى يعني قوى الإطار التنسيقي بحجم التيار الصدري على الأرض وأعدادهم، ويعني استدادهم في أي وقت تطلق فيه كلمة أو بيان أو أي تعليمات من الحنانة بالتوجه للخروج بتظاهرة. دعا السيد مقتدى الصدر جميع فئات الشعب العراقي للمشاركة في هذه التظاهرة كونها لا تقتصر فقط على أبناء التيار الصدري، بل هناك دعوة للقوات الأمنية من الجيش والشرطة والطلبة وأساتذة الجماعات وأيضا حتى شيوخ العشائر وكافة أطياف الشعب العراقي أن تكون لهم مساندة حقيقية وفاعلية على أرض الواقع لدعم القضية الفلسطينية التي تعد يعني قضية العرب بصورة عامة وليست فقط الشعب الفلسطيني. بالتالي أيضا سوف يكون هنالك ضغط على الحكومة العراقية من أجل إرسال الدعم اللوجستي يعني من غذاء ومؤونة وطعام وربما حتى يكون يعني المال إلى الشعب الفلسطيني لما يتعرضون له من ضغط من قبل القوات الصهيونية الإسرائيلية والطائرات التي تقصف، ذهب ذلك الكثير من الشهداء والضحايا.